طيب خليني دلوقتي، ده مش موضوعي. ايه اللي حصل؟ كان في المفروض مشروع ديو، بس نوال اختفت. ما يعني كلمتني عن الاغنيه، قالت لي عمرو تقدر تديني التصريح؟ قلت لها طبعا ما عنديش مشاكل. ما جيتش بقى قلت انا اللي غنيتها، طب نوال تغنيها ليه؟ طب ما ممكن تغنيها احسن مني. طب ما ممكن تتشهر، ما بقى عنديش العقد النفسيه. يعني نوال ما تبعتش معاك الموضوع. اي مطرب عايز اي اغنيه من البومي يشرف ياخدها. حسب ما عرفنا وحسب ما ذكر في الاعلام ان نوال اتصلت بيك وهي بتحضر لالبومها الحالي اللي هو لسه ما نزلش. وكان المفروض ان هو يضم 3 اغاني من الحانك، كانت هي سمعتهم وعجبينها واتكلمت شخصيا هي عنهم في صفحة الفيسبوك. طيب. بعد فترة تم النفي ان في اي تعاون ما بينكم. وجودها في شركة ميلودي هو اللي حال بينك وبينها في هذا التعاون؟ ما اعتقدش، لان انا وجمال دلوقتي يعني بنتكلم على طول، لان هو عمل قناه شانل جديده عندنا في مصر اذاعه وطلب مني الكونتنت بتاع البومي واديته له، فما اعتقدش ان ممكن جمال يعمل كده. فتمام يعني ما اعتقدش. طب ليه اعلن ان في 3 اغاني؟ نوال جت سمعت اغاني فعلا بس اختفت. اختفت يعني ما ظهرتش بعد كده اهوت، وما انا ما سالتش، من زي ما قلت لك طريقتي ما بسالش. ما عجبتهاش الاغاني ممكن؟ ما اقدرش اسال. انا ما اقدرش، انا طلعت حاجه خلاص. المطرب ما تعجبوش دي لازم حاجه ترجع له هو. بس انا لما بطلع حاجه تزعل زي ما قلت لك. إيه؟ بتزعل؟ لا خالص. لو مطرب ما عجبتوش خالص بتزعل خالص؟ يعني ما بتحسش ولو للحظه يا جماعه طب ليه هي ما رجعتش؟ ليه هي ما كلمتنيش؟ لا في حاجه غلط، يمكن انا شغلي مش حلو المره دي. مش في اغنيه طلعتها من قلبي. هي سمعتها. ما حسيتش بيها. اللحظه دي الكيمياء اللي ما بيني وما بينها مش راكبه. ما اقدرش اجبرها اقول لها غنيها، لكن هي ادام طلعت من قلبي يبقى سن ايه؟ سن ايه؟ بالظبط. نفسي اتكلم تاني معاك، نفسي عيوني تكون شايفاك، ياللي بعدت عليا كتير، ارجع عليا لو وحشاك. بتبقى عليا فرحانة ودقة قلبي والهانة، وبلقى ايديا دفيانة عشان لمساك وانا معاك، احس كأني في الجنة في حضنك بفضل اتمنى، ما بلقاش للحياة معنى غير وانا وياك. سمعنا 4 اغاني من البوم سميرة سعيد الاخير ايام حياتي الحانك، حملوا الاربعة توقيع عمرو مصطفى. في رأي بيقول وبشدة، بس قبل ما تقولي اي كلمة، الاربع الحان اللي نزلوا لسميرة سعيد انا كنت عملت شريط البوم ايامي ده كان 2007، الاغاني دي كانت وردها من 2003 او 2004، لان الفترة دي هي نفس فترة عمرو دياب الله على حبك انت برضو كان واخدهم من 2004. الفترة دي انا قلت انا مش هلحن السنة دي انا هغني. يعني انت بتبرر حاجة دلوقتي بتسبق؟ مش ببرر بس انا بفهمك الموقف نفسه من قبل ما انت ما سألتنيش، وانا دلوقتي هخش دماغك كده اعرف انت كنت هتقولي ايه. انت متوقع الالحان يعني؟ لا مش متوقع. لا يعني انت عايز تقول لو اللحن ما كانش قد كده يا جماعة انا عامله من 2004. الله على حبك انت كانت النشيد الوطني. أغنية نفسي أتكلم تاني معاك شيرين عبد الوهاب قالت لي أنا عايزك تعمل لي بس كوبليه زيها. فكسروا الدنيا، ما تقدريش تقولي إن هم ما نجحوش، ما تعملهمش دعاية بقى هنا في الوطن العربي. طب ما أنا شريتي نفسها ما تعملهاش دعاية. كسروا الدنيا زي يوم ورا يوم أو قويني بيك أو يوم أو ورا يوم بالسلامة. يوم ورا يوم الـ LBC بتذاعها، الشانل كلها بتذاعها، فيرجن ولقاءات جامدة جدا، والشاب مامي وسميرة سعيد ميوزك أورد، ما كل دي كانت دعاية. انهزمت في ألبوم أيام حياتي. ما تهزمش يا فاق. انهزمت قدام محمد يحيى اللي ده التات كنت ميؤوس منه. كده اتهزمت. هزمت. واوام كده اللي كسروا الدنيا. اعترف
والاعتراف بالحق فضيلة. بالضبط. او وفاء. فضيلة او وفاء؟ لا فضيلة. بذمتك والله العظيم انا ما ينفع ان انا ارد على سؤال زي ده، لان لو انا رديت عليه يعني هحس ان انا بتكلم في حاجه مش مظبوطه يعني. بس ازاي مش مظبوطه؟ مش مظبوطه، دي حاجات عند وجهه نظر ناس. حب ما يقوس منه قوام كده عاملين ايه؟ حب ما يقوس منه اتصورت قوام كده، نفسي اتكلم نجاه تاني معاك نجحت من غير تصوير. قوام كده ما اتصورتش ومكسره، قوام كده اتحطت اول اغنيه في الالبوم. وايه دخل اول اغنيه ولا طبعا أغنية؟ دي اول اغنيه بتحطيها في الالبوم، زي اول ما اقول مش احلى اغنيه في الالبوم. عندي عندي اغنيه اسمها سرحت فيك قد اول ما اقول 10 مرات، عندي اغنيه اسمها يا ريت قد اول ما اقول 10 مرات. بس برضو لا مش شرط. لا ترتيب الاغاني، لان طالما انت الاول كنت بتقول التسويق، كنت بتقول التسويق بس طالما من التسويق. لا التسويق ده حاجه مهمه جدا. ايوه بس انا دلوقتي لما باجي اعمل اعلان الالبوم بتاعي بتناقض نفسك. لا ما بناقضش نفسي، هقول لك ليه. الناس سمعت الالبوم كله، يعني اللي سمع الاولى هو اللي سمع الاخيره. هقول لك على حاجه، اللي ضربت مين؟ اللي تشانل، جميع اللي تشانل عندنا في مصر اللي بتحط اغاني بتحط شاهد الظروف دي اكتر من اي اغنيه في الالبوم. وعندك بقى اللي اداك المعلومه اساليه، قول له شاهد الظروف بتتذاع على نجوم اف ام كم مره في اليوم؟ هيقول لك 18 مره. طب فين الهيت؟ رد على اللي بيقول، على اللي بيسمعه كويس، اللي بيقولوا انه ودانهم نظيفه. ها وبيقولوا لك الكبير كبير هو نفس لحن شاهد الظروف. ازاي؟ شاهد الظروف يا حبيبي تنساني تخلي نتعلق انا بيك، اللي دخلها دي الكبير كبير هديني. هي قالت شقت الظروف يا حبيبي، ولا قالت شقت الظروف يا حبيبي تنساني. عروض الشعر ممكن تكون هي عرض الشعر، لكن مش عرض اللحن. يفرق العرض عن العرض. هتنتج لسميرة سعيد؟ سمعت طبعا، سمعت انك هتنتج لها البوم. قلت لها لو انت عايزه نعمل اغاني انا مش هعدي اغاني المنتجين تاني. المنتج مش هيعرف ياخد مني اغنيه تاني لاي منتج. فبالتالي اضطرب مني اغاني لشيرين عبد الوهاب. قلت لها يوم ما تفكري ان انت تعملي البوم لنفسك انتجهولي كمان. سميره سعيد قلت لها نفس الكلام. نوال الزغبي قلت لها هديكي تصريح. المنتجين قال لك لا مش هناخد تصريح، مش عايزكم. انا بقول لهم مش عايز منتجين. انا الاغاني بتاعتي هتكون انتاجي، سواء غناء سواء الحان. المطرب اللي عايز كده شرفني ياخد مني تصريح باستخدام الاغنيه، لكن ماليش اعمل اغنيه المنتج يجي بعد كده يروح موديها لي في بلد في اوروبا يترجموها وينفذوها وينزلوها، وممكن ما ينزلوش اسمي عليها. وبعد كده الاعلام اللي قاعده مثلا بتاع 10 15 سنه يقول لك عم مصطفى يسرق الاغاني من اوروبا. لغايه اما رحت جبت الاجانب ورحت خليتهم اعترفوا اعترافات زي اعترافات الليليه كده. بس كلامك اللي خد الاغنيه، كلامك ده ممكن يقعدك في البيت، لان شركات الانتاج ممكن تمنع نجومها انهم يتعاملوا معاك. تمنع؟ هم ما بقاش عندهم نجوم. هو مين المنتج اللي عنده نجوم دلوقتي؟ النجوم دول اللي احنا مش عند منتجين. مفيش حد سمعنا ما عاش منتج. ازاي عمرو؟ نوال الزغبي ما عاش منتج. عمرو ازاي؟ عمرو دياب اخر ميلودي روتانا. نوال ميلودي، عمرو دياب روتانا، بس لسه موجود اليسا روتانا. لا انت بتكلمني عن ثلاث اشخاص، اديني الباقي. كنت بتقول لي ان عمرو دياب على راس السبق. السبق وقلت في الاسماء سميره سعيد. السبق اللي هو من 20 سنة، وكنت بتقول من 30 سنة. لا السبق اللي احنا فيه دلوقتي. يعني لا انت، لا انت قلت السبق الجيل اللي فات، كأنه الجيل اللي فات. الجيل اللي فات سميرة سعيد كأنثى فازت بالسبق طبعا، هي ونوال الزغبي فازوا بالسبق طبعا. طبعا كل واحدة منهم عملت هيتات مرعبة وعملوا شركات دعاية كبيرة لا كسروا الدنيا الاثنين. يعني من النساء انت شايف ان سميرة سعيد ونوال بالظبط متساويين في اول السبق؟ يعني طبعا ما فيش كلمة. في مطربات نجحوا بشكل كبير طبعا، كبير جدا، وبقوا نجمات وعلموا عندهم جمهور وطوب الارض بيحبهم وبيسمعهم، زي نانسي عجرم. نانسي عجرم بحب نانسي قوي على فكرة. ما فكرتش تاخد لحن من عمرو مصطفى؟ كلمتني والله ورحت لها وقعدت معاها جوجو لامارا وقعدت، بس يعني يمكن يكون الكيمياء ما بيني وما بينها ما ظبطتش. سمعتها حاجة؟ لا. انا بقعد الاول ادرس. اقعد كتير اشوف المطرب كتير قوي. اعرف شخصيته، اقعد اتكلم معاه، ابتدي اديله النقط الايجابيه في شخصيته اللي يقدر يقولها. ابتدي اختار الكلمه اللي انا اقدر اقول للمؤلف تعالى نكتب الموضوع ده، هي حاسه دلوقتي زي نفسي اتكلم تاني معاك.
زي الله يسهل لك اللي صغرت في عينيا، انت بس اللي خسرت لما جيت يوم عليا. مش لازم اقول لك الاسباب ايه، لكن كل قصه من الاغاني دي كان المطرب نفسه بيعشق. كل واحد دي شخصيته في ان هو يقدر يترجم، يعني يقدر يدي. يعني انت اللي قررت ان مفيش كيمياء بيني وبين نانسي، فانا لا ما قعدناش كتير، لكن ممكن في يوم من الايام نقعد كتير ونشتغل. مفيش عندي مشاكل مع حد بعينه، يعني ما عنديش مشاكل مع حد. أيوة. بس انا اللي قررت ان انا مش حد المنتجين اغاني، وانا اللي قلت المؤلفين والملحنين كلهم حقوقه عامله ازاي. نانسي جات لك، انت اللي قررت ما تديهاش، ولا هي اللي جت ومشيت وما رجعتش تاني؟ ما بسالش، مش هقعد مركز. يعني كلمتني عمرو يلا نتقابل، نتقابلنا تك، قعدنا مع بعض في الاوتيل، اتكلمنا مع بعض، مشيت نسيت. يعني انت لازم تكلميني عشان تاخدي مني اغنيه، لازم تكلميني كتير قوي وتفضلي تكلميني عشان نقدر نطلع حاجه جامده. هتقول لك اي مطربه دلوقتي تسمع الحوار ده تقول لك ايه، طب انا مش عايزه خلاص، انت مش فنانك. لا، لان النجم متعود ان الملحن اللي يجري وراه ده، الملحنين اللي تحت الترابيزه مش الملحنين الناس المثقفه اللي عايزه تعمل مزيكا. نتكلم بقى مظبوط، يعني نتكلم مظبوط. مفيش ملحن يروح لمطرب يقول له انا سمعك كذا وبتاع، انت مش بتاع بقال، انت راجل فنان. انت لازم المطرب اللي هيجي لك ده يقعد، تعالى اتفرجي. كنا عاملين مشروع في بولندا، كانوا لامين كل الناس اللي هم الكرييتيف في العالم. كان معايا الرحمن اللي واخد الاوسكار، وكان معايا روب هوفمان اللي عمل هيستوري، وكنت انا من الميدل ايست، وكان تبع شركه ايه معايا كلموني، كانوا اختاروني ان انا ابقى من الميدل ايست، امثل الميدل ايست يعني. ولمونا كلنا في هيلتون بولندا في وورسو، قعدنا كلنا اتفرجي ان ازاي بتصنعي اغنيه، بتعملي ازاي كرييتيف ان انت تعملي اغنيه الناس في العالم كلهم يسمعوها. ده مشروع، كان مشروع ان هم يلموا كل الكرييتيف في العالم، موسيقى مختلفه، الهند، الميدل ايست، امريكا، لاتين امريكا، كل دول متجمعين بيقعدوا في استوديوهات يطلعوا مزيكا. فانت ثقافتك كده، هتفكري مطرب يجي تسمعي اغنيه وتفضلي وراه على التليفون؟ التليفون ده يشرفني. عمري ما قلت مطرب لا، وعمري ما كنت كانت مع مطرب. عمرو دياب وسميرة سعيد هم اللي بيجروا وراك بالتليفونات عشان تفتكرهم؟ سميرة سعيد وعمرو دياب انشأوا في شخصية عمرو مصطفى ذكرى، بقوا زي اخواتي، زي اصحابي. ونوال الزغبي معاهم، ونوال الزغبي معاهم. يعني مش يعني في ناس كده اثرت في حياتي بين اصحاب. عشان كده كان معظم اغانيه معاهم ونجاحات، مش معظم اغانيه معناها كده. في لقاء ليك مع موقع اليوم السابع، وبعد ما عمري عملت مع موقع اليوم السابع ده من المواقع اللي انا بحبها جدا. 22 فبراير 2009، 22 فبراير عملتش مع موقع السابع. ممكن يكون حد بعت ايميل من الصحافه عندي من المكتب ليهم، لكن انا ما عملتش حوار مع اليوم السابع. المهم ابتدي اتكلم، ما اعرفش الحوار هيقول ايه، بس قولي. لا ازاي، ما دي في مصداقيه صحافه هنا. لا ما عملتش حوار، ما عملتش حوار، بس بتقول حد من المكتب ممكن يرد على اسئله ويبعت لهم؟ لا صعب، لازم انت اللي ترد وتدي للمكتب. لازم اقول لك الكلام، يمكن تكون قايله وتفتكره او تكذبهم بقى على الهواء.